السلام عليكم وتحية للجميع، كيف ما دايرين؟ هذا هو الذكر اللي تباع مع الأنثى ديال الكناري. كيف ما كتشوفوا معنا، هذه هي الأنثى اللي تم البيع ديالها ديال الكناريو. تبارك الله ما شاء الله. هذه حتى هي دا من عندنا الصديق ديالنا اللي من سوق السبت، راه مشات هي والذكر دفلي، اللهم يبارك، شي حاجة في المستوى. وتحية لك أخويا من عند خوك أيوب حمام قديطان. بسم الله ما شاء الله، كيف ما كتشوفوا معنا، تم البيع هاد الكوبل ديال السيفيانوس قبل العرض. كيف ما كتشوفوا هاد الكوبل راه مازال جديده عندي، قدام من عندنا واحد الصديق من سوق السبت. وتحيه لك اخويا العزيز من قلعه السراغنة، والحمد لله حنا كاع خوت. المهم راه باقي الجديد، كاينه واحد الكوبل اخرى حتى هي غادي نولعكم فيها. كوبل ديالنا جديدة الإخوان ديال السيفيانوس، تبارك الله ما شاء الله، نولعكم فيها شوية، راه مازال نسرقوهم إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله، كيف ما كتشوفوا معنا الإخوان، اللهم بارك، البياسات ديالنا كاملة اللي بقاو، تباعوا ربعة البياسات اللي كانوا الآخرين ديال القديطان، إن شاء الله في هاد اليومين غادي نصيفطوهم. وغادي ندخلوا لكم الاخوان الجديد ان شاء الله ديال القديطان في هذه السيمانه الجايه. الناس اللي كيسولوني، المهم كونوا على بال ان شاء الله، راه قريب غادي ندخلوا بياسات، واللي خاصته شي حاجه راه مرحبا. المهم كيف ما كتشوفوا معنا الاخوان، ها الجديد تبارك الله ما شاء الله، هاد الكوبل ديال الخنيسي شي حاجه ما شاء الله. تولع اخي المولوع، تولع ما شاء الله، اللهم بارك. كيف ما كتشوفوا معنا هذه الانثى، وهذا راه الذكر باقا دريستان جاوي بلا ما نذكرو السمية، حمامة داوية على راسها اللهم بارك. تولع اخي المولوع، تبارك الله ما شاء الله، خينيسي فوالو. مازال الاخوان هاد الكوبل غادي نخليوها ان شاء الله، نخدمو بها وغادي ان شاء الله شي فريخات، وديك الساعة يكون خير. كما كتشوفو معنا الأنثى براكس الكير ديالنا الكربونيرو، هاد الأنثى ديال خويا السي محمد عاشق الحمام، غنصيفطو غادي إن شاء الله عما قريب. الكير ديالنا الوزغي، كاين عاد الأنثى هادي شمبورة ديال الخنيسي للبيع، وكاين عندنا الذكر الطوبي إن شاء الله إذا سخر، راه درنا مع واحد السيد حتى هويا هو الذكر لاخر الكحل، غادي نصيفطوهم ليه إن شاء الله. كيف ما كتشوفو معنا هذا الذكر تبارك الله، راه هو اللي تم البيع ديالو. وعندنا الجديد، عندنا الكوبل ديال تبارك الله ما شاء الله، باقي يلاه جبناها. كيف ما كتشوفوا معنا هذا هو الذكير الاخر ديال السيفيانوس اللي قلت لكم غادي نصيفطوه، اللهم بارك كينغ ديالنا، اللهم بارك. ها هو الاخوان كتشوفوا قريب حتى هو نخرجوه لبرا. كيف ما كتشوفوا معنا الانثى الكربونيرو راه حتى هي تم البيع ديالها، وهذا الذكر كذلك، وهذا الانثى كذلك. المهم الله يسخر لهم عليهم. وهاد الكير ديال الكناريو الاخوان كان هرب ليا، والحمد لله ها هو لقيته عند مولاه بعد 15 يوم، وهو يا مودر لينا. تبارك الله ما شاء الله، الكوبل ديالنا راه تولعتو فيها الفيديو اللي قبل من هذا اللي حطيت، تبارك الله ما شاء الله. ومع ديال الاخوان غير اطلاله خفيفه، وغادي نوريكم خارج السجنه كيفاش قدينا داكشي، تبارك الله ما شاء الله. الكير ديالنا البيض، التيوه ديالنا البدعيه، اللهم بارك. الانثى الطوبيه تبارك الله ما شاء الله، الكير ديالنا الكحل والتيوه ديالو. المهم غادي نخرجوا دوكا، المهم دابا غادي نخرجوا برا السجنه، وغادي نوريكم فين وصلنا في الاصلاحات. هانتوما الاخوان تبارك الله ما شاء الله، كيفاش ردينا الدنيا. ها البلا اللي كنت كنقاد فيها الاخوان، شوفوا كيفاش طلع، راه مازال ان شاء الله غادي نعمل ليه الفينيسيو، مازال خاصينو شي لعيبات، ولكن المهم داكشي اللي كثير وكان برزطني الحمد لله هو قديناه. وعندنا هاد كوبل سيفيانوس حتى هي، هادي راه جنة جديده ان شاء الله.
تبارك الله ما شاء الله. انت هو ديالنا ديال الخينيسي، الكير ديالنا ديال ستيفيانوس، والكير الاخر ديالنا ديال الخينيسي. المهم الاخوان مازال ان شاء الله غادي نتولعوا هنا بالمزيان. المهم هاد الدنيا راه كيف ما كتشوفوا راه تقادات، اللهم يسر لنا وللجميع. وتحيه لكم الاخوان، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد في امان الله.